بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف عنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، قال: متفق عليه. المراد بالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فيزيد في ثمنها حال السوم والمزايدة، وسمي كذلك لأن العرب تقول: لمن يصطاد إنه قد نجش الصيد إذا أثاره من مكانه، فجعله يتغير مكانه. وكذلك في بيع المزايدة يزيد المرء في السعر من لا يريد الشراء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن للنجش صورتين: الصورة الأولى أن يزيد المرء في السعر ولا يريد الشراء، فيكون المستفيد من النجش هو البائع لأنه زيد في سعر السلعة. والصورة الثانية أن يمتنع المتزايدون من السوم لأجل أن يشتري أحدهم السلعة بسعر أقل، فيكون مقصودهم من الامتناع من السوم إنما هو خفض السلعة. وعلى ذلك فإن المستفيد في هذه الحالة من صورة النجش العكسية هذه، المستفيد هو المشتري. هاتان الصورتان معرفتهما مهم، لأن في معرفة هاتين الصورتين نقل الحكم للصورتين معا من حيث الحرمة، وإثبات الخيار لمن تضرر كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، قالوا إنه يدل على التحريم، فدل ذلك على أن الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها محرم عليه هذا الأمر، لأن فيه إضرارا بالمسلم. وكذلك الامتناع من زيادة السعر لمصلحة أحد الحاضرين، وهذا يدلنا على أصل عظيم في الشريعة، وهو أن كثيرا من العقود، بل العقود جميعها كلها مبنية على أثر القصد. فلو أن المرء زاد في السلعة وهو يريد شراءها لقلنا إن هذا الأمر صحيح ولا خيار، بخلاف من يزيد ولا يقصد الشراء فإنه لا يصح، فإنه يأثم بفعله ويثبت الخيار للمتضرر. الأمر الثاني أن هذا النهي هل هو يقتضي فساد البيع أم لا؟ نقول إنه لا يقتضي فساد البيع، وإنما يوجب الخيار للمتضرر لسببين. السبب الأول أن النهي في هذا الحديث إنما هو لمصلحة آدمي، فما كان لمصلحة آدمي فإنه يكون معلقا على إذنه. والأمر الثاني أن معرفة النجش من دقيق الأمور التي لا يمكن استبانتها وظهورها، ولذلك فإن الأحكام لا تعلق صحتها على الأمور الخفية، وإنما تعلق صحتها على الظواهر. فحيث كان النجش اكتشافه من دقيق الأمور، فإنه من الصعب أن نقول إن النجش يجعل العقد باطلا، لأنه ليس بظاهر. ونحن عندنا قاعدة في التصحيح للعقود، التصحيح الظاهر للعقود، أنه يبنى على ظواهر الصيغ الذي يظهر للناس وما ينبني على ظاهر تصرفاتهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه عند أهل السنن والإمام أحمد إلا ابن ماجه، وصحح هذا الحديث الترمذي وغيره من أهل العلم، هو كما قالوا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم بهذا اللفظ إلا الجملة الأخيرة، وهي قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم.
فإن هذه الزيادة فإنها ليست موجودة في مسلم. ولذا ذكر المصنف هذه الرواية لأن فيها تبيينا لمعنى الثنيا. نأخذ أول جملة في هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. قالوا إن المراد بالمحاقلة هو أن يشتري المرء الحنطة في سنبلها بخرصها حنطة. إذن يشتري حنطة برا بخرصه، هذا البر يكون في سنبله لم يحصد بعد، فيخرص خرصا ظنا ثم يباع بحنطة مثله، فيباع بحنطة مثله. فهنا محل الإشكال فيها ما هو؟ أن فيها تفاضلا، لأننا إذا لم نعلم التساوي فإنه بمثابة العلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهذه مسألة ستمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم في باب الربا. فهنا في تفاضل بين المبيع، بين الثمن والمثمن، فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قول من قال من الفقهاء هو بيع أو اشتراء الحقل بكيله طعاما، الحقل بمعنى الحنطة في سنبلها، بكيلها طعاما أي من جنسه. ولذلك يقول الفقهاء رحمة الله عليهم إن هذا الحديث إنما يكون فيما لو اشترى الطعام بجنسه، فلو اشتراه بغير جنسه فإنه يصح، وسيأتي إن شاء الله معنا ربما في الدرس القادم وهو بيع الأصول والثمار. إذن هذه صورة مستثنات من جواز بيع الحنطة في حقلها، لأن سميت محاقلة لأنه بيع الحقل أي الحنطة في حقلها في السنبل، فهي صورة من جواز بيع الطعام بعد بدو صلاحه، لا يجوز بيعها، وذلك في المحاقلة بأن تباع بجنسها خرصا. طبعا هنا لا يمكن الجزم بالتساوي لأن الحب الذي في الحقل لم يحصد بعده، فلا تعرف مقداره على سبيل القطع، وذلك هناك تفاضل بينها، فهي صورة من صور الربا. قال وعن المزابنة، المزابنة فيها شبه من بيع المحاقلة، لكنه باعتبار يعني أو يختلفان باعتبار نوع المبيع. فإن المراد بالمزابنة هو بيع الشيء الذي لا يعلم وزنه أو كيله أو عدده بشيء من جنسه، يعني ليس قد يكون هذا الشيء تمرا مثل ما جاء عن بعض الفقهاء، فإنهم فسروا المزابنة بأنها بيع التمر على رؤوس الشجر بخرصه تمرا، وسيأتي إن شاء الله معنا أنها لا تجوز إلا في صورة واحدة وهي العرايا، ولكن نورد معنى المزابنة بالمعنى العام. وبعضهم يقول إنها تشمل كل شيء، سواء كان تمرا على رؤوس النخل أو غيره، كل شيء لا يعرف وزنه ولا كيله ولا عدده، وهذا هو المذهب إنها عام شاملة في كل شيء، ولا يستثنى من المزابنة إلا شيئا واحدا وهو العرايا. وسيأتي إن شاء الله إعادة الحديث عن المحاقلة والعرايا في باب بيع الأصول والثمار. قال الشيخ وعن المخابرة، هذه الحديث ثابت في الصحيح النهي عن المخابرة كما سبق معنا، وقد أشكل ما معنى كلمة المخابرة. فبعض أهل العلم يقول إن المراد بالمخابرة هي المزارعة، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بهذا العقد وهو المزارعة مع اليهود في خيبر، فتعارض الحديثان. ولذلك فإن مشهور المذهب أن هذا الحديث منسوخ بما جاء في مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فيرون أن المراد بالمخابرة هي المزارعة ويكون الحديث منسوخا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله عز وجل في باب المزارعة. بيد أن الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن المخابرة تختلف عن المزارعة، لأن الأصل أن كل لفظة تغاير اللفظة الأخرى، فاختار الشيخ تقي الدين بناء على آثار وردت في الباب أن المراد بالمخابرة هي المزارعة التي يشترط فيها لرب الأرض أو يشترط فيها رب الأرض زرع بقعة معينة، يعني يحدد بقعة معينة فتزرع بعينها، سنتكلم إن شاء الله عنها عندما نرجع للمخابرة، ولكن أشير لها إشارة للفرق بين الرواية الأولى، فإن مشهور مذهب عدم التخصيص بهذا المعنى، والرواية الثانية أنهم خصصوه بتحديد بقعة معينة، فيكون يعني كيف يعني يكون النهي على البقعة الرواية الثانية.
أن يكون هناك اثنان قد تزارعا عقد مزارعة، عقد عقد مزارعة، العقد الصحيح أن يقول مع العامل ازرع هذه الأرض ولي نصفها أو لي ربعها، ربع الناتج، هذا عقد يجوز، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي خيبر. الرواية الثانية في المذهب تقول لا، هناك صورة منهي عنها وهي المحمول عليها هذا الحديث. ما هي؟ أن يقول صاحب الأرض ازرع هذه الأرض ولي النصف الأيمن أو الربع الأول، فيحدد البقعة يقول هذه البقعة لي وثلاث أرباع بقعتها لك. هذه فيها نوع جهالة أكبر من نوع الجهالة الأول، لأنه ربما كان الزرع في أحد البقعتين أكثر من الثاني، فليس مشاعا بينهم. ونحن عندنا قاعدة ستمر معنا أن الشركات من أكمل العقود عدلا، فالعدل يجب أن يكون على الجميع، ولذلك الشركات كانت أفضل من عقود الإيجارات وأتم عدلا وأكثر وفاء، فلذلك يجب أن نفرق بين معنى هذين الأمرين، والنتيجة واحدة. محل الشاهد في الحقيقة هي الجملة الأخيرة، وهي التي أوردها المصنف، ولذا أورد هذا الحديث دون أصله الذي في مسلم. قال وعن الثنيا إلا أن تعلم، زيادة إلا أن تعلم كما قلت لكم هي عند أهل السنن إلا ابن ماجه، وقد صححها الترمذي وغيره، وقد ذكر النووي أن هذه الزيادة مفسرة لما في صحيح مسلم من النهي عن الثنيا، قال وهي حسنة، أي حسنة إسنادها. المراد بالثنيا هو الاستثناء من المبيع، الاستثناء من المبيع، معنى أنه إذا بيع شيء فإنه لا يجوز استثناء شيء منه، يباع كاملا. والمشهور من المذهب أنهم حملوا الثنيا على غير المنفصل، فما أمكن فصله فإنه يجوز استثناؤه، وما لم يمكن فصله من الأجزاء والأعضاء فإنه لا يجوز استثناؤه. ولذلك فرقوا بين استثناء الرأس وبين استثناء رجل وبين استثناء الجلد، فإن في الجلد يمكن فصله وهكذا، فقالوا فما يمكن فصله وتمييزه فإنه يجوز استثناؤه، وإلا فالأصل عدم جواز استثناء أي شيء، فلا يجوز استثناء شيء البتة. والرواية الثانية في المذهب أن الثنيا التي هو الاستثناء من المبيع بعتك كذا إلا كذا على نوعين، إما استثناء للمنافع وإما استثناء للأجزاء. فأما استثناء المنافع أيضا حتى فعلى الروايتين، المذهب الأول والرواية الثانية، فإنه يجوز استثناؤها، يجوز استثناء المنافع. مثل ماذا؟ أن يقول بعتك البيت على أن أبقى ساكنا فيه شهرا، فهنا يستثنى المنفعة، بعتك هذه السيارة تبقى معي فترة، بعتك هذه الدابة على أن أستفيد منها في حمل فترة. وتكلمنا عن مثالها في قصة جابر حينما باع للنبي صلى الله عليه وسلم دابته واستثنى حملانها، استثنى جابر الحملان، فهنا استثناء للمنفعة، فهي تجوز على المذهب وعلى الرواية الثانية أيضا، ولكن بشرط واحد، أن تكون معلومة الحملان إلى المدينة، السكنة شهر، ولا يجوز استثناء المجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعلم الثنيا، فهي المستثنى. النوع الثاني من المستثنى من المبيع استثناء الأجزاء، استثناء الأجزاء. فقلت لكم إن مشهور المذهب أنه لا يصح استثناء غير المنفصل، وبعض علماء المذهب يجعل الضابط في ذلك فيقول إن ما يصح بيعه على سبيل الاستقلال جاز استثناؤه، وما لا يصح بيعه على سبيل الاستقلال لا يصح استثناؤه. فبعضهم ضبط بالضابط الأول ذكرت لكم وهو الانفصال، وبعضهم عبر بالضابط الثاني، والمعنى فيهما متقارب. والرواية الثانية في المذهب التوسع في الثنية، سواء في استثناء المنافع أو التوسع في استثناء الأجزاء، بناء على ما مقدار ما يمكن فصله وبيعه على سبيل الانفصال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. نعم، هذا حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، وسبق معنى بيان المحاقلة وهو بيع الحقل
بكيله طعاما خرصا. قال: والمخاضرة. المراد بالمخاضرة بيع الزرع الأخضر ومثله الثمر قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع، من غير شرط القطع، لأن القاعدة عندنا أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع، لكن إذا اشتريته على أن يبقى إلى أن يبدو صلاحه فإنه منهي عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث سيمر معنا إن شاء الله في بيع الأصول والثمار، ومن هذا الحديث النهي عن بيع المخاضرة حيثما يكون الزرع أخضر لم يحمر إحمار أو يصفر بعد. قال: والملامسة. جاء في صحيح مسلم تفسير معنى الملامسة، فقال: الملامسة هي أن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني من غير ما يتأمل فيختار أيهما، وإنما لمسا. ثم قال: والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه للآخر ولم ينظر إلى ثوب صاحبه، بعتك هذا الثوب وبهذا الثوب، يعني تبادلوا بالأثواب ولا يدري كيف حال ثوب صاحبه. هذا مثال وليس تعريفا. نأخذ من ذلك أن المراد بالملامسة هو بيع من بيوع الغرر، لأن المثمن لا يعرف ما هو، لا يعرف ما هو، فإن أي شيء يلمس فإنه سيكون مثمنا، ففيه غرر غير واضح من غير تأمل، ليس باختيار وإنما من غير تأمل. وكذلك يقال في المنابذة أنه نبذ له ثوبا أو نبذ له قطعة، فهي في الحقيقة بيع المنابذة وبيع الملامسة هي صور من عدم تحقق العلم بالمعقود عليه، ولذلك نهي عنه، هي صورة من صور الغرر. قال: والمزابنة. ومر معنا المزابنة وسيأتي إن شاء الله لها توسع أكثر. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم. نعم. هذه ثلاث أحاديث متعلقة ببعض عقود الغرر. يقول المصنف الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. المراد بالركبان جمع راكب، والأصل أن العرب تطلق هذا اللفظ الراكب على من ركب الإبل، ثم أطلق بعد ذلك على كل راكب يقدم. والمراد به في هذا الحديث الراكب الذي يقدم بلدة ويكون معه جلبا، فيكون معه جلب. وعلى ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان هو بمعنى لا تلقوا الجلب، فإن المعنى واحد، فهناك جعل المفعول به هم الركبان، وهنا جعل البضاعة التي تكون معهم وهي الجلب، فالمعنى فيهما واحد سواء في حديث أبي هريرة أو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والمقصود بهذا الحديث أن من قدم إلى بلد وكانت معه بضاعة فإنه ينهى شرعا أن يتلقاها المرء خارج البلد قبل أن تدخل إلى السوق، وأن يشتريها من صاحبها. والسبب في ذلك كما ذكر الفقهاء ومنهم البرهان بن مفلح أن لذلك احتمال أن شراءه من ذلك الشخص إما أن يكذب هذا المشتري الذي تلقى الجلب والركبان في السعر فيعطيه سعرا أقل من سعر السوق، فحينئذ يكون غارا له، والغار يثبت له الخيار. وإما أن يسكت فلا يذكر له سعرا، فإنه إذا سكت في هذه الحال يكون حكمه حكم المدلس الذي سكت لم يذكر شيئا، وفي كلا الحالتين فإنه يثبت له حق الخيار كما سيأتي معنا.
هنا يقول يأتي يعني أورد أيضا البرهان مسألة، قال إذا عللنا الحكم في بعدم معرفة السعر، فلو أن متلقي الركبان صدق في السعر فقال إنها تباع في السوق بسعر كذا فاشتراها منه بهذا السعر أو بأقل أو بأكثر فكان صادقا فيه، هل يبقى للأول حق للخيار أم لا؟ أول شيء هل له تلقي الركبان يتعلق بها حكمان، هل يبقى حكم التحريم أم لا، وهل يبقى له خيار أم لا؟ أما الخيار فلا لأنه صادق والسعر لن يتغير في الغالب، وأما الحرمة هل يكون هذا محرما عليه أم لا تلقي الركبان، فإننا نقول كما ذكر البرهان بن مفلح أن فيها احتمالين، تحتمل أنها تجوز وتحتمل أنها لا تجوز. لماذا قال احتمالين؟ قال لأن ظاهر النص يجب أن نقف عنده وهو النهي عن تلقي الركبان، دع الركبان تدخل السوق، فربما إذا دخلت الركبان للسوق بهذه البضاعة الكثيرة انخفض السعر فكان لمصلحة الناس، وربما يقدمون بعد يوم أو يومين في وقت يرتفع فيه السعر، فإنها أحيانا الأسعار ترتفع في يوم أو يومين، ولذلك أطلق ابن مفلح الخلاف في قضية لو صدق هل يحرم أم لا، والظاهر من طريقة فقهائنا أنهم يطلقون التحريم وإن كان صادقا في الثمن، وإن كان صادقا في الثمن. طيب قبل أن ننتقل للمسائل التي بعده، هنا مسألة تلقي الركبان وبيع النجش التي سبقت معنا في حديث ابن عمر وبيع التدليس، والمراد ببيع التدليس هو مثل حديث المصرات في حديث أبي هريرة الذي سيمر معنا وفي غيره مما فيه تدليس. هذه الأمور الثلاثة ورد النهي بها، ولكن الفقهاء يقولون إن هذه العقود الثلاثة مع ورود النهي بها إلا أن العقد صحيح، وسبب حكمهم بصحة العقد في هذه البيوعات الثلاثة المنهية عنها قالوا أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لمن يعني تعامل بهذا العقد وتضرر به أثبت له الخيار، قال ولا يثبت الخيار إلا إذا صح العقد، هذه واحدة. الأمر الثاني ما سبق التعليل به وهو أن هذه العقود إنما حرمت لمصلحة الآدمي، وما حرم لمصلحة الآدمي فإنه يعلق على إذنه. الأمر الثالث أن بعض من هذه الصور ليست ظاهرة، مثل ما سبق معنا في قضية النجش ليست بظاهرة فيحكم جزما ببطلانها، ومثله التدليس قد يعني لا يجزم به عند أحد دون أحد كما سيمر معنا في حديث أبي هريرة، ولذلك فيقولون إنه حكمنا بثبوت الخيار ولم نحكم ببطلان العقد بخلاف عقود سنذكرها بعد قليل فإنهم في مشهور المذهب يبطلون بها العقد. طيب يقول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يبع حاضر لباد، قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قوله هنا ولا يبع حاضر لباد جاء عن ابن عباس معنى ذلك، وذلك بأن يكون الحاضر سمسارا للبادي، فيتلقى البادي قبل دخول البلدة ثم يقول له سوف آخذ هذه البضاعة منك وأكون سمسارا لك أبيعها وما تحقق في السوق فإنه يكون لك، يكون لك ثمنه كاملا. هذا العقد قبل أن ندخل في تفصيله وفي شروطه بعد قليل، مشهور المذهب أن من كان سمسارا للبادي فإن العقد لا يصح، العقد لا يصح، بينما قالوا في تلقي الركبان إن العقد يصح. والسبب في ذلك أشار للفرق بينهما ابن رجب رحمة الله عليه، فقال إن الفرق بين تلقي الركبان وبين أن يكون الحاضر سمسارا للبادي بائعا له أن النهي الأول لمصلحة البادي، لمصلحته لأنه قد يباع بسعر أقل فيتضرر أليس كذلك، فهنا علق على إذنه وهو شخص واحد، بينما حينما يبع الحاضر للبادي ويكون سمسارا له فإن المتضرر هم أهل البلد
وأهل البلد غير محصورين، ولا يمكن أن يعلق العقد على إذنهم جميعا تعذرا، فنزلنا المتعذر مكانة حق الله عز وجل. فكأننا نقول هو ليس حقا لله، فكأننا نقول النهي يقتضي الفساد كأنه حق لله عز وجل لتعذر الإذن من جميع أهل البلد. هذه النكتة أشار لها ابن رجب في التفريق، تفريق الفقهاء بين هذين العقدين من حيث الصحة وعدم الصحة. وأما الحرمة فكل العقود محرمة ولا شك الإتيان عليها ابتداء. هذا هو مشهور مذهب أنه لا يصح العقد، ولكن الفقهاء يقولون، يعني مشهور المذهب يعني من باب تأكيدهم، إن الناس أهل البلد، وهذا ذكره في الكشاف، لو كان البلد حتى انفرضوا فرضا، قالوا لو فرضنا أن البلد كانوا محصورين واتفقوا جميعا ورضوا بهذا الشخص أن يكون سمسارا للبادي، فإنه يحرم ولا يصح أيضا. كذا قالوا لأنه نادر أن يقبل الجميع. لكن الفقهاء عموما قالوا إن بيع الحاضر للباد يحرم إذا وجدت ثلاثة شروط، ويجب الانتباه لهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن لا يقصد الباد الحاضر فيقول كن سمسارا لي، بل لا بد أن يقصد الحاضر البادي يذهب له هو. وعلى ذلك فلو قصد البادي شخصا بعينه من أهل البلد هو الذي جاءه فقال كن سمسارا لي جاز. هذه الصورة الأولى أو الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا لا بد أن يكون للناس حاجة لهذه السلعة، لا بد أن يكون للناس حاجة. فلو لم يكن للناس حاجة لهذه السلعة من أمور غير الحاجية فإنه يجوز أن يكون الحاضر سمسارا للبادي. الشرط الثالث قال أن يعلم السعر، فإن علم البادي السعر جاز، وإن لم يعلم السعر فإنه لا يجوز. هذه ثلاثة شروط. واضح الشروط الثلاثة؟ أنا أخرت الشرط الثالث لماذا؟ لأن الفقهاء جعلوا هذا الشرط الثالث وهو العلم بالسعر شرط لحرمة بيع الحاضر للباد، ولم يجعلوه شرطا في تلقي الركبة على مشهور المذهب. انتبه لهذه الجزئية. مشهور المذهب أنه إذا من تلقى الركبان لا يجوز وإن علم بالسعر كما ذكرت لكم قبل قليل، بينما في بيع الحاضر للبادي يجوز إن علم البادي بالسعر. وهذه من الجزئيات التي لا بد من التفريق بينها بين هذين العقدين، فإن الفقهاء يفرقون بينهما فرقا دقيقا. بقي عندنا مسألة الأخيرة وهو الرواية الثانية. الرواية الثانية أن بيع الحاضر للباد، وهو ما أشار له ابن رجب رحمه الله عليه، أنه يصح العقد ولكنه يكون موقوفا على إذن من حصل له الظلم والضرر. وعلى ذلك فما استثنى صاحب الكشاف قال لو رضي أهل البلد فإنه يحرم ولا يصح، فعلى الرواية الثانية لو رضي أهل البلد وتصور ذلك فإنه يصح هذا العقد، فإنه يصح. نعم. قال قلت لابن عباس قول ما معنى ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، يقوم بالبيع عنه بنسبة أو بأجرة. عندنا المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل الحديث الذي بعده، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، ضرب المثال بالحاضر والبادي، أي من يكون من أهل البادية. وهذا الوصف وصف أغلبي باعتبار الحال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الفقهاء يقولون إن المراد بهذا الوصف أي البادي كل من لم يكن من أهل البلدة وإن كان من بلدة مجاورة. فكل من لم يكن من أهل البلدة التي جرب لها هذا الطعام أو جبلت لها هذه السلع الحاجية، على المذهب لابد أن تكون حاجية، فإنه لا يجوز أن يكون سمسارا له، بل يعرضها في السوق إلا أن يقصد شخصا بعينه فيقول كن سمسارا لي. الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. وسبق معنا أن المراد بالجلب هو ما يجلب، ليس المقصود البضائع، وإنما من يأتي بالبضائع ويكون حاملا لها، فهو ما يجلب للبيع في البلد.
وهو بمعنى لا تلقوا الركبان، المعنى فيهما واحد. قال فمن تلقي أي من غير أهل البلد فاشتري منه، فإذا أتى سيده أي سيد البضائع والسلع وهو البائع الذي اشتريت منه، فإذا أتى سيده وهو البائع السوق فدخل البلد وعرف السعر فهو بالخيار، فهو بالخيار. هذا الحديث أو الجملة الأخيرة تفيدنا مسألتين. المسألة الأولى ما ذكرته قبل، أن هذه الجملة تدل على أن تلقي الركبان ليس عقدا باطلا بل هو عقد صحيح، ولكن إذا ثبت للمشترى منه أن عليه غبنا كبيرا في السعر فإنه في هذه الحال نحكم بأن العقد موقوف على إذنه، فإن شاء فسخه وإن شاء أتمه. وهذا النوع الأول من أنواع خيار الخيارات، فإنها 7 أو 8 كما عدها مرعي ابن يوسف الكرمي، منها خيار الغبن وهو أن يزاد في السعر سواء في النجش أو في تلقي الركبان، فالحكم فيهما سواء، فيزاد في السعر من باب غبنه أو إنقاصه كما سبق معنا في السورة العكسية في النجش. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار، ليس الخيار مطلقا، ليس كذلك، بل لا يثبت الخيار لسيد الجلب والبضائع إلا إذا ثبت أن عليه غبنا يخرج عن العادة. وانتبه لهذه الجملة، يجب أن يثبت أن يكون غبنا خارجا عن العادة، لأن سيمر معنا أحيانا الخيار بغير الغبن الخارج عن العادة وهو الغبن اليسير، سيمر معنا إن شاء الله اليوم في باب الخيار، فانتبه لهذه المسألة، وهو أن لابد أن يكون الغبن خارج عن العادة. والقاعدة عند فقهائنا أن كلما احتاج إلى تقييد فإما أن نقيده بنص يقدر هذا الأمر، فإن لم نجد فبلسان العرب، وهذان ليس موجودان في تحديد مقدار الغبن، فنرجع ثالثا إلى تقييده بالعرف. ولذلك من قيد بعض الفقهاء رحمة الله عليهم وهم أصحاب الإمام مالك، وهي رواية مذهب أحمد، حينما قالوا إن الغبن الذي يثبت به الخيار هو ما زاد عن الثلث، هذا التقييد يحتاج إلى تأمل ونظر، بل الأنسب للقواعد والأصول الشرعية أن نحدد الغبن بالعادة، وهو الذي قدر به الفقهاء تقدير الغبن لعدم ورود النص أو من لسان العرب ما يقدره بالثلث. الحديث الرابع حديث أبي هريرة أيضا، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وسبق المراد بهذه الجملة وتفصيلها، ومختصر الكلام فيها من باب الاستذكار أن النهي هنا نهي تحريم فلا يجوز، والمراد بالنهي أن يكون سمسارا له كما فسرها بها ابن عباس رضي الله عنه، فإن كان سمسارا له فإن العقد لا يصح في مشهور المذهب إلا إذا فات أحد الشروط الثلاثة لبيع الحاضر للباد، والرواية الثانية أنه يصح إذا أذن من وقع عليه الظلم من أهل البلد. قال ولا تناجشوا، وسبق أيضا ذلك في حديث ابن عمر. الجملة الثالثة هي الزائدة، وهو قوله ولا يبع الرجل على بيع أخيه. قوله ولا يبع على بيع أخيه معنى ذلك أن الشخص يبيع شيئا ويعقد البيع بيعا تاما، بعتك واشتريت تم البيع، ولكن في مدة الخيارين، والمراد بالخيارين خيار الشرط أو خيار المجلس، يأتي رجل آخر للبائع فيقول له هذه السلعة التي بعتها بكذا سأشتريها منك بكذا، وأنت الآن في وقت الخيار فافسخ العقد وسأشتريها منك. وفي معنى البيع على بيع أخيه الشراء على شرائه، وهو عكس، يشتري المسلم من أخيه شيئا ثم بعد الشراء في مدة الخيارين، لابد أن نقول في مدة الخيارين، لأنه بعد مدة الخيارين البيع بات ولا يوجد يعني إمكان للرجوع فيه، فالرجوع فيه إقالة، والإقالة فسخ، استمر معنا إن شاء الله الإقالة بتفصيلها بإذن الله، لكن العبرة البيع على بيع أخيك أو الشراء على شرائه في مدة الخيار، الخيارين خيار الشرط والمجلس. الشراء على شراء أخيه كيف يكون شيخ؟ يكون بأن يقول اشتريت هذه السلعة ب50، أنا عندي مثلها أبيعها لك ب30، افسخ البيع.
فنقول هذا لا يجوز. صورة هذا وهو كثير جدا أن تكون عند بائع يبيع وبجانبها آخر كم بخمسين، تعال اشتريها، تعال خذها مني بثلاثين، تراها مثل البسطات التي تكون بجانب بعض، أو أن يكون صاحب الدكان آخر دخل لهذا الدكان، وهذا في خيار المجلس. وأما في خيار الشرط فهو واضح، تصور في أشياء كثيرة حتى في الأراضي وفي غيرها، ولكن غالبا خيار المجلس يكونون متقاربين معا. لماذا نهى الشارع عن هذا العقد؟ نقول نهى الشارع عن هذا العقد لكي لا يكون بين المسلمين حزازة. فإن من أعظم مقاصد الشرع، وهذا يجب أن ننتبه لها، هو إزالة الضغينة بين المسلمين. أمر بإفشاء السلام حتى في الصلاة، وأنت تصلي فإنك تنوي بالسلام أن تسلم على من بجانبك من المؤمنين والملائكة، وروي فيه حديث عند أبي داود ونص أحمد على استحبابه. أمور كثيرة، عدم الكلام في الآخرين، عدم الوقيعة عليهم، عدم الوقيعة فيهم وفي عرضهم، أشياء كثيرة جدا من مقاصد العظيمة للشرع هي أن يكون المسلمون لا ضغينة بينهم ولا حزازة، ولا يحمل أحدهم على غيره شيئا حتى في البيوع. ولذلك لو نظرت في عدد من البيوعات إنما حرم هذا التعاقد أو لغيره لكي لا يكون بين مسلم وآخر حزازة، نهي عن الغرر من المقاصد فيه لكي لا يكون بينهم خصومة. لنبدأ من البداية ببيع معلوم مرضي به، نهي عن، وذكرت هذا في التعليل الثاني، نهي عن بيع الطعام قبل قبضه لكي لا يكون بين المسلمين ضغينة فيمتنع الأول من البيع، وكذلك هنا لكي لا يكون بين المسلمين ضغينة. وهذا مقصد عظيم يجب أن يعلل به التحريم ولا يكتفى بالتعليل به على الكراهة فقط كما علل بعض الفقهاء. طيب، عندنا هنا مسألتان. ما تم البيع، نعم، هنا يجوز في أثناء المماكسة قبل أن يتم البيع يقولون يصح وجها واحدا، لكن السوم آخر. إذا سامه وأعطاه صفقة يده، يعني أو قبل أن يعطيه صفقة يده، يعني كان فيه سوما معينا، فهو قبل يقول بكم وهكذا. استمر معنا إن شاء الله السوم فيما يلحق بها من الإجارة وغيرها. طيب نعود. هذه المسألة فيها حكمان مهمان. الحكم الأول، ما الذي يترتب على بيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شراء أخيه؟ مشهور المذهب أن البيع على بيع أخيه المسلم باطل، محرم وباطل، محرم انتهينا منها، ولكنه باطل. فكل بيع على بيع أخيه المسلم في مدة الخيارين فهو باطل، لا يصح مطلقا للنهي عنه، والأصل في النهي أنه يكون للفساد. الرواية الثانية وهي تطلق القاعدة الأخرى التي ذكرت لكم، أن النهي إذا كان لحق آدمي فإنه لا يقتضي الفساد، فإنهم يقولون إن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه لا يبطل العقد الثاني، بل يكون موقوفا على إذن صاحب الحق. بمعنى لو أن شخصا باع من آخر سلعة، وفي أثناء مدة الخيار جاءه شخص فباع على بيعه، قال أبيعها بسعر كذا، أفسخ العقد الأول ففسخه. على الرواية الثانية نقول إن البيع الثاني لا يكون باطلا، بل يكون صحيح، لكن بشرط أن ترجع الأول تقول اسمح لنا. صورة ذلك، اثنان تبايعا هذا الكأس بخمسة، فجاء شخص للبائع قال أنا سأشتريه منك بستة، افسخه في مدة الخيار، ففسخه واشتراها وباعها بستة. على المذهب العقد باطل وانتهينا. على الرواية الثانية لا نحكم ببطلانه إلا أن نرجع الأول الذي فسخ عقده فنقول هل أنت راض؟ إن قال لا نقول خلاص بطل العقد وأصبح رجع لك وبقي مدة الخيار، وإن قال لا رضيت فقد صح العقد. هذه لها أثر، قد تقول إن ليس لها أثر في النتيجة النهائية، لكن لها أثر في قضية الضمان في الوسط، وفي قضية تغيير ثمن لو أراد أن يغير ثمن البائع الثاني وهكذا. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يلحق بالبيع الإجارة أم لا؟ البيع يلحق، المذهب يقول نعم الإجارة تلحق به في الحرمة، فمن أجر على تأجير أخيه المسلم حرم، لكن الإجارة الثانية صحيحة. والرواية الثانية تقول لا، إن الإجارة على إجارة المسلم كالبيع على بيعه. طيب قال ولا يخطب على خطبة أخيه. معنى لا يخطب على خطبة أخيه أن المسلم إذا علم
أن أخاه المسلم قد خطب امرأة فإنه يحرم عليه أن يخطب تلك المرأة وأن يتقدم لها. طبعا بعضهم يقيده بما إذا علم أنهم قد ركنوا للأول، يعني أعطوه يعني موافقة ولو مبدئية. أما إذا لم يعلم بخطبة الأول أو بالقيد الذي ذكره بعض الفقهاء وهو أنه لم يعلم بكونهم قد ركنوا إليه، فيجوز له أن يخطب على خطبته أخيه المسلم. المذهب مشهور المذهب أن من خطب على خطبة أخيه المسلم فإنه آثم والعقد صحيح إن ترتب عليه زواج. والرواية الثانية من المذهب أنه آثم والعقد موقوف على إذن الخاطب الأول. وهذه نص الشيخ تقي الدين في الفتاوى الكبرى، فقال من خطب على خطبة أخيه فعقد فإن عقد النكاح موقوف على إذن الأول، فيجب أن يرجع للأول ويتحلله كما قلنا في البيع، لأنه ظالم له وقد ركنوا للأول، فيجب عليه أن يرجع له، وإلا فيجب عليه أن يترك هذه المرأة ولا يستمر معها. الرواية الأولى أن العقد صحيح، يصح العقد، يصح العقد، لأن عقد نكاح هذا يحتاط له بالتصحيح فيصح عقد النكاح، لكنها آثم. طيب ليش ما قيس على بيع على بيع أخي؟ قالوا ذاك البيع يعني إفساده لا يترتب عليه إباحة فروج، وأما هذا إفساده فيترتب عليه يعني أو تصحيحه يترتب عليه إباحة فرج وإفساده تحريم فرج، فالأمر خطير جدا، فكأنهم احتاطوا وتورعوا من الحكم بإفساد عقد النكاح. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المرأة تطلب طلاق ضرتها فتقول إن ضرتها هذه أطلب منك أن تطلقها، وهذه لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون في غير شرط النكاح، بأن تقول المرأة وقد تزوج عليها زوجها الثانية زعلت، خلنا نقول زعلت باللغة العامية، تزعل الأولى فتقول لا أرضى إلا أن تطلق الثانية، نقول أنت فعلت أمرا محرما لا يجوز، فما دام قد تزوج الزوج وبت عقد النكاح فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن تطلب طلاق ضرتك، ولو فعل لأثمت أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وهذا لا شك في النهي عنه لعدم وجود الموجب. فإذا كان النهي متجه لعامة الناس فإنه من باب أولى أن يتجه للزوجة الضرة لكي تطلب طلاق ضرتها. وذلك جاء عند أهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي فرق بين زوج وامرأته. ولذلك الإمام أحمد لما قيل له المرأة أو الأب يقول لابنه طلق زوجتك قال لا يطيعه إن لم يكن هناك موجب، موجب إما ديني أو دنيوي. قيل له فإن عمر قال لابنه ابن عمر طلق زوجتك فامتثل لذلك، قال من كان أبوه كعمر بن الخطاب فليفعل. فليس طلب الطلاق مجابا لأي من كان ولو كان أحد الوالدين إلا أن يكون هناك موجب من أمر ديني أو دنيوي، هذه مسألة أخرى. المسألة الثانية إذا تزوج المرأة يعني عقد على امرأة واشترطت في عقدها أن يطلق الأولى، فإذا تزوج امرأة واشترطت عليه أن يطلق زوجته قبلها، فهل هذا الشرط صحيح أم ليس بصحيح؟ فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد، والذي عليه التحقيق اختيار الشيخ تقي الدين وغيره من المحققين أن هذا الشرط باطل لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه لا تسأل المرأة، فإذا كان ابتداء غير صحيح فتعليق النكاح عليه من باب أولى، لأن معنى مرأة عندما تزوجتك على أن تطلق يعني جعلته شرطا لصحة عقد النكاح أو لثبوت الخيار لها. من أجازه من أهل العلم يقول إنه لا يكون طلبا وإنما هو غايته أن يثبت الخيار للزوجة، فأصبح لها الخيار إن بقيت الأولى ضرة فإن لها الخيار أن تفسخ عقد النكاح من غير رضا الزوج، لأن الفسوخات لا يشترط فيها رضا الزوج كما تعلمون إلا الخلع فقط هو الوحيد من الفسوخات الذي يشترط فيه رضا الزوج. قال ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم أخيه. المراد بالسوم على سوم أخيه معناه أحد أمرين، إما أن يسوم ليرفعها بقصد النجش، ف
فيزيد على سوم أخيه ليزيد الثمن، ليزيد الثمن، هذا واحد. والحالة الثانية أن يكون السوم مع ركون. أحيانا يكون سام رجل سلعة وركن في سومه، ركن يعني قال إني يعني شوف اتفقوا على هذه السلعة، ودلالة العرف على أنهم سيتبايعان وإنما ينتظران شيئا معينا كالإفراغ ونحوه. ففي هذه الحالة بما أنه أعطاه وعدا فإنه في هذه الحالة يكون قد دخل في السوم. وأما قبل ذلك في حال بيوع المزايدات مثل حراج بيوع المزايدات أو في غيرها فيجوز له أن يبيع، أو في حال العرض إن لم أخذ من فلان فأخذ من فلان فإنه يجوز إذ ذاك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال وله شاهد. نعم، هذا حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها. قوله من فرق بين والدة وولدها أي في البيع أو الملك، هذا المقصود. فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال. هذا المقال هو الذي تكلم عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، وبين أن هذا الحديث جاء من طريق حيي بن عبد الله وهو متكلم فيه، وقال وله شاهد، وهذا الشاهد من حديث عبادة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث معلول، قال: لأنه قد تفرد به حسين بن عبد الله، وقد نقل عن الإمام أحمد أن حسينا هذا له مناكير، فأعله أحمد بحسين بن عبد الله، وأعله ابن عبد الهادي بحيي بن عبد الله بن شريح. فالحديث فيه مقال، لكن معناه في الجملة، في الجملة يعني صحيح. طيب، نعم، احنا قلنا إن قد أعله أحمد، نعم، بحيي بن عبد الله المعافري كما ذكرت. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل ومن الأدب مسائل. أما ما يتعلق من الفقه فإننا نقول إن قوله من فرق بين والدة وولدها قلنا في الملك وفي البيع يتصور ذلك في حالتين. الحالة الأولى حينما يملك سبي عن طريق حرب ونحوها، فإنه لا يجوز للقاسم أن يفرق بين الأم وولدها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سبي واسترقه كان يعطي الشخص أهل البيت كاملا، الأب والأم والأبناء يعطيهم إياه كاملا، فلا يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم حال القسمة، قسمة السبي. والحالة الثانية عند بيع الأم أو بيع الولد دون أمه فإنه لا يجوز. ونقول إن بيع الولد يعني الولد المولود دون بيع أمه له حالتان. الحالة الأولى مجمع عليها، فإنه بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن رجب إذا كان الولد صغيرا ولم ترضى الأم فإنه حرام بإجماع أهل العلم، حرام، ما يجوز أن يفرق بين الولد وبين أمه. مفهوم ذلك أن فيه خلاف فيما لو كان الولد كبيرا شب عن الطوق جاوز السنتين، وبعضهم يقول سبع، والأمر الثاني فيما لو أذنت الأم، ففيه روايتان نقلهما ابن رجب أيضا. المسألة الثانية معنا في قضية هل هذا الحكم خاص بالآدميين أم يدخل فيه أيضا الحيوان. النهي بالتحريم إنما هو خاص بالآدميين، وأما الحيوان فإنه من باب الأدب فقط، والأكمل أن يكون كذلك، فهو من باب الأدب، لأن الأم حتى في الحيوان تحن على ولدها، ونحن نرى هذا في الإبل إذا بيع حوارها دونها يعني يكون فيه هذا، لكن هو من باب الأدب أن يبقى معها إلا أن يؤخذ ليؤكل فإنه يجوز، ولكنه من باب الأدب والأكمل ذكروا ذلك. الأمر الثالث فيما يتعلق بالأدب أن قوله من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه يشمل حتى للحرة من حيث الوعيد، إذ بعض الناس لظلم منه يفرق بين الأم وبين ابنها من باب العضل، وهذا موجود للأسف في مجتمعنا، فإن بعض الرجال يمنع الأم من الزواج
إذا طلقها وقال إن تزوجتي فسأخذ الابن منك أو البنت، وليس قصده التربية أو المصلحة، وإنما قصده عضل المرأة لكي لا تتزوج بعده، أو يمنع المرأة من الطلاق فتبقى في ذمته معلقة لا لشيء إلا لأنه قد توعدها بأن يأخذ منها ابنها إذا طلقها. وهذا الأمر خطير جدا، ولذلك فإننا نراعي المقاصد، وهو الذي يسميه المعاصرون التعسف في استعمال الحق. فنقول إن الأب أو الزوج إذا أخذ الابن إنما قصده التعسف في استعمال الحق والإضرار بالزوجة، فيجب أن نقول إن أخذه باطل ويرد إلى أمه. وهذا الماشي على قواعد المذهب والمالكية بالخصوص لتوسعهم في هذا الجانب. ولذلك ذكروا أن من ضار زوجته لتفتدي منه فإنها تطلق ويرد لها العوض. هذه قاعدة المذهب، كل ما تعسف فيه في الحق فإنه يحكم ببطلانه، لكن طبعا إثبات ذلك قد يكون صعبا بعض الشيء. هناك جزئية أخيرة استدلت بهذا الحديث وإن كانت بعيدة تتعلق بمطلق البيع، وهو أن الموفق بن قدامة ذكر مسألة، قال إن الشخص إذا اشترى شيئا ووجد فيه عيبا فإنه يجوز له أن يرد هذا الشيء كاملا أو بعضه إذا كان مما يتجزأ، لكن يقول إذا كان الشيء مما يتجزأ وكان أحد جزئيه مما ينقص يعني أو كان المبيع ينقص بالتفريق بين الجزئين فإنه يجب عليه أن يرد كلا الجزئين. كما أن الشخص إذا اشترى الأم وابنها فوجد العيب في الابن يجب عليه أن يرد الابن والأم، مع الأم سليمة مع أنهم متفرقان، أليس كذلك؟ فكذلك نلحق به الأجزاء. مثلوا له قديما بالشيء الذي يكون الباب وقد جعل له مثلا نسميها عروة، تسمى مقبض الباب، مقبض الباب، المقبض منفصل، ولكن إن فصلته، وهذا قديما كانت صناعة يدوية فتختلف صنعة عن صنعة، فينقص قيمة الباب، فيقول لا يرجع كاملا. والأمثلة كثيرة لكن قد لا تحضرني الآن بمثال بعينه. وضح الاستدلال الأخير، فإنه يعني هو استدلال عكسي بالحديث. نعم، صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صحه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع غلامين أخوين. قوله أخوين يشمل كل أخوة سواء كان شقيقين أو كان من أب أو كان من أم. قال: فبعتهما ففرقت بينهما، أي بعت الأول لشخص والآخر لشخص آخر، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع، قال: ولا تبعهما إلا جميعا، أي لا تبع الأخوين إلا جميعا. قال رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، طبعا هو تكلم في أحد رجاله وهو الحجاج بن أرطاه، ولكن نقل المصنف أن ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان كلهم قد صححوا هذا الحديث، ولا شك أن هذا الحديث أقوى من الحديث الأول إسنادا. هذا الحديث فيه من الفقه أن من كان مالكا لغلامين قنين فإنه لا يجوز له أن يبيع أحدهما دون أن يبيع الآخر، وهذا بإجماع كما نقل ابن رجب فيما لو كان الأخوان صغيرين، وأما إذا كان كبيرين في السن فقال فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد. وقبل أن أختم هذا الحديث فيه مسألة فيما يتعلق في وجود القن. بالنسبة للقن أو المملوك فإنه لا وجود له في هذا الزمن، وعدم وجوده هو من باب السياسة الشرعية وهذا جائز، ولذلك فإن الفقهاء ينصون أنه يجوز تقييد المباحات من ولي الأمر، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه حينما حمى حمى المدينة لإبل الصدقة للمصلحة، فحميه لحمى المدينة كان لمصلحة، فهذا من باب تقييد المباحات. ومثله ما ذكر القرافي وابن القيم وغيرهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن هذا من باب السياسة، فيجوز لولي الأمر أن يلغي التملك بالإحياء، وهذا ما يفعل في جميع الدول العربية وغيرها بلا استثناء، ومنه المنع من تملك بعض الأمور، ومنها هذا الأمر ذكرته قبل قليل. هذا من باب الحكم الشرعي، ف
فيكون لازما. الأمر الثاني أن المحققين من أهل العلم ومنهم ابن حجر الهيتمي وغيره، وكان بعض المشايخ من طبقة شيوخ شيوخ شيوخنا، كان يقول إنه لا يوجد على وجه الأرض، شوف ابن حجر الهيتمي في أي قرن؟ القرن العاشر. لا يوجد على وجه الأرض في ذلك الزمان، أعدت طبقة شيوخ شيوخ يعني قبل أكثر من 90 أو 100 سنة، يقول لا يوجد على وجه الأرض أرقاء برق صحيح. ولذلك كانوا يحرمون شراء الأرقاء، لأن جل الأرقاء من أكثر من 400 سنة بل أكثر كلهم بطريق غير مشروع، إما مسروق، إما مغصوب وبيع على أنه قن وهو حر، أو غير ذلك من الأسباب المعروفة جدا في الاكتساب. وذلك كان أهل العلم يتورعون ويفتون بعدم إباحة ذلك الأمر، وكانوا يقولون ينتقل مباشرة من باب الورع لبدره، وهو صيام شهرين فيما يتعلق بهذه الأمور في الكفارات ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصحبه ابن حبان. نعم، هذا حديث أنس عند أهل السنن والإمام أحمد، وقد ذكر الحافظ ابن حجر مؤلف الكتاب في التلخيص الحبير أن هذا أن إسناد أهل السنن على شرط مسلم. قال: غلى السعر في المدينة مرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. معنى التسعير قالوا أن يقوم السلطان أو نائبه بتحديد سعر للناس ويجبرهم على البيع به، يجبرهم على أن لا تبيع هذه السلعة إلا بهذا الثمن فقط، ولا يجوز لك أن تبيع بأعلى منه. هذا هو معنى التسعير. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: غلى السعر فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس لأحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التسعير ظلما، ونهى عنه عليه الصلاة والسلام. عندنا في هذه المسألة حكمان مهمان. الحكم الأول: ما حكم التسعير؟ مشهور المذهب أن التسعير يحرم، وينبني على كونه محرما، طبعا يحرم على المسعر، يحرم على المسعر أن يحرم أن يسعر شيئا من البضائع مطلقا. وينبني على هذا التحريم أنهم يقولون إن الذي يشتري من الشيء الذي قد سعر فإنه مكروه، يكره الشراء، يكره الشراء من المسعر. فإن كان التسعير قد أجبر عليه بالقوة فإن العقد باطل، أجبر عليه بالقوة، يا تبيع بكذا وإلا العصا على ظهرك، فإنه يبطل العقد. هذا هو مشهور المذهب، ولم يستثنوا شيئا. الرواية الثانية أنهم قالوا إن التسعير يختلف من حال إلى حال، وأن المراد بهذا الحديث إنما هو التسعير فيما يرغب الناس المزايدة فيه، كحال السلع التي تجلب للسوق. ولذلك يقولون إن هذا الحديث إنما هو واقعة عين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في حالة واحدة ولم يذكره طوال العمر، فهو واقعة عين. وقد كان حال أهل المدينة أن البضائع تجلب للسوق، وبناء على ذلك فما لا يرغب الناس في مزايدته فإنه يجوز، بل أحيانا يجب التسعير فيه. ولذلك نقل الرواية الثانية، نقلها في غاية المطلب وفي غيره، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أنهم قالوا إنه يجب، الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين كما ذكرت لكم، قالوا يجب التسعير فيما يتعامل به السوقة من باب المعاوضات، السوقة الذين يبيعون، فيجب التسعير عليهم لكي لا يرفعوا أسعار الناس، ولكن بشرط أن يكون التسعير بثمن المثل لا ظلم فيه، لكي لا ندخل في الحديث. هذا واحد. الأمر الثاني أنه يجوز التسعير فيما لا يرغب الناس فيه. مثل ماذا؟ قالوا مثل الدقيق الذي يباع للطحانين، في أشياء تباع إنما يشتريها أناس ثم يبيعونها لعامة الناس، فمثل هذا لا يشتريه إلا 3-4، هذا يجوز التسعير فيه.
لأن عامة الناس كلهم سيشتري ثلاثة فقط فيسعر لمصلحتهم، ثم يكون لمصلحة العام حينما يباعوا خبزا أو دقيقا مطحونا. ففي هذه الحالة نقول إن التسعير هنا يجوز لمصلحة المسلمين. والرواية الثانية هي التي عليها العمل، إذ التسعير عندنا في البلد على لأمرين فقط، لا يسعر عندنا في البلد إلا أمرين، يعني يجبر على سعر معين أحد أمرين. الأمر الأول ما كان مدعوما من السلع الضرورية، هناك سلع ضرورية تكون مدعومة من الدولة مثل المحروقات البنزين وغيره، مثل الدقيق مدعوم، مثل اللبن مدعوم وإن كان بطريق غير مباشر، أشياء كثيرة مدعومة، فهذه المدعومة التسعير فيها باعتبار أنني أعطيتك بعض الثمن فلا تبعه إلا بكذا، فهذا على المذهب وعلى القول الثاني لا تسعير فيه، جائز على القولين لأنه مدعوم. الأمر الثاني ما كان من السلع الضرورية فقط، وهو الذي على الرواية الثانية أنه يجوز التسعير فيه وإن لم يكن فيه بذل لجزء من المال. نعم، ولذلك فإننا نقول إن مشهور المذهب أخذوا من هذا الحديث عمومه فقالوا إنه عام في كل تسعير، والرواية الثانية قيدوه بحالة مخصوصة فيما يعني يكون فيه ظلم لما يرغب الناس في الزيادة فيه، فيكون فيه ظلم من هذه الجهة، وأما ما كانت فيه المصلحة عامة لكل الناس فإنه يجوز فيه التسعير، بل يجب أحيانا كما نقله في الغاية عن الشيخ تقي الدين. وبناء على ذلك فإن الشيخ تقي الدين يقول إن من قال إن التسعير مطلقا محرم فقد غلط، هذا غلط، وإنما هذا الحديث واقعة عين وليس لفظا عاما، فليس لفظا عاما مطلقا، وإنما هو واقعة عين حينما كانت هناك أمور تعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا نسعر فيها لأنها تأتي البضائع للمدينة جلبا في السوق وتكون فيه المزايدة، ولم يكن فيه يعني نفع عام للناس وإنما هو بحسب طلب الناس. عندنا المسألة الأخيرة التي تتعلق بهذه الأمر، وهو مسألة ما الذي يلحق بالتسعير. الفقهاء يقولون يلحق بالتسعير الإلزام بالبيع في مكان مخصوص، وبناء على ذلك فإنه لو ألزم من البيع في مكان مخصوص دون ما عدا فإنه ملحق به. نفس الكلام نقول على الرواية الثانية، إن كان الإلزام بالبيع في مكان مخصوص دون ما عداه لمصلحة فإنه جائز. ولذلك فإن مثلا على سبيل المثال البلدية تمنع من البيع في الشوارع، ونحن نعلم أن أذية الناس من البيع فيها شديد جدا، وإن كان في رصيف مجاور للشارع لكن يؤذون الناس هؤلاء المشترون بازدحامهم وتضييقهم للطريق، فهنا فيه بعض المصالح في قضية المنع من البيع في بعض الأماكن وجعل مكان مخصوص للبيع وهكذا. فهو نقول إن الإلزام إنما يصح فيما لو كانت فيه مصلحة، وإلا فالأصل عدم جواز الإلزام ببيع في مكان دون ما عدا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. نعم، هذا حديث معمر بن عبد الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. المراد بالاحتكار هو أن يشتري المرء طعاما، طبعا أنا أعرف الاحتكار على مشهور المذهب، قال أن يشتري المرء الطعام للتجارة، إذن القيد الأول لا بد أن يكون طعاما على المذهب. الأمر الثاني أن يكون قصده عند الشراء التجارة ولم يكن قد اشترى هذا الطعام ادخارا له ولأهل بيته. نعلم أن بعض الناس ربما يدخر ما يكفيه سنة وسنتين من التمر أو من الحبوب وغيرها. قال أن يشتري المرء طعاما للتجارة ويحبسه عنده ليقل فيغلو ثمنه، فيكون قصده أن يقل في السوق فيغلو ثمنه، إذن فهنا نظر للقصد في الاحتكار فيكون محرما. نفهم من هذا التعريف مسألة مهمة في المذهب، وهو أن الاحتكار في المذهب إنما هو متعلق بالقوت فقط دون ما عداه من السلع، حتى إنهم يقولون إن من احتكر العسل جاز لأنه ليس قوتا، وإنما الاحتكار خاص بالقوت. ويقولون من احتكر العلف، وهذا موجود عندنا أحيانا حق العلف والشعير يحتكرونه، من احتكر العلف فإنه يجوز لأن الاحتكار إنما هو خاص بالقوت دون ما عدا. والرواية الثانية في المذهب أن الاحتكار شامل لكل ما يحتاجه الناس، كل ما يحتاجه الناس
سواء كان قوتا أو غيره من الطعام، سواء كان قوتا أو لباسا، حتى إنه يقول يشمل حتى السلاح في وقت الحاجة إلى حاجة عامة المسلمين له. فكل ما يحتاجه المسلمون يسمى يعني احتكارا، بشرط واحد، وهو أن يكون منعه لهذا الطعام أو هذا البضاعة يضر بأهل المكان، فإن كان لا يضر بهم يجمع ويبيع عند غيرهم فهذا لا ضر ولا يسمى احتكارا. إذن المراد بالاحتكار هو المنع للطعام. عندنا هنا الآن في لهجتنا المعتادة الدارجة أن المراد بالاحتكار هو ألا يباع إلا عند شخص، هذا لا يسمى احتكارا. الاحتكار في الفقه يختلف عن هذا، الاحتكار هذا يختلف تماما، لأنه ليس مانعا وإنما يعرض كل الذي عنده، ولكن مصنع السلعة أو موردها إنما جعل موزعا واحدا له ونحو ذلك، فهذا ليس داخلا في الاحتكار، لأن الاحتكار لابد أن يكون منعا ثم بعد ذلك قصد رفع السعر، إذا قلت في السوق رفعها، وهذا موجود مثل الحديد حدثت قبل فترة احتكره بعض الناس. فعلى الرواية الثانية أن هذا إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، فهذا لا يجوز، وهذا الذي لا شك فيه، فإن أصول أحمد تدل على الرواية الثانية ولا شك في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له: علقها البخاري رد معها صاع من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع، رواه البخاري، وزاد الإسماعيلي من تمر. نعم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، هو متعلق في بيع المصرات أو المحفلة. والمراد بالمصرات هي البهيمة من الإبل أو الغنم، يوضع قطعة قماش ونحوها على ثديها فيصر فيجتمع فيه اللبن، بحيث إذا جاء المشتري ليشتري ظن أن هذه البهيمة ذات لبن وفير، وفي الحقيقة ليس، والعادة أن التصلية تكون ليوم واحد، تجعل في الليل، فإذا أصبح وجدوا الحليب في ثديها لكي لا يرتضع من هذا الثدي ابنها في الليل. ولكن عندما يجمع 3 أيام أو أكثر أو أقل ربما يكون في ذلك غرر، ونحن نعلم أن البهائم تختلف كثرة وقلة في الحليب الذي يخرج منها، وهذا واضح في جميع البهائم من الإبل والبقر والغنم فكلها سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها أي اشتراها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي ما يسمى بخيار التدليس. هذا الحديث هو الأصل في أحد أنواع الخيارات، وهو النوع الثاني الذي مر معنا خيار الغبن، وهذا هو النوع الثاني وهو خيار التدليس. المراد بخيار التدليس هو أن يقوم البائع بالتدليس في سلعة، لا يتكلم وإنما يكون ساكتا ويظهر أن فيها سلامة وهي معيبة. مثل نضرب مثالا في السيارات، حينما يشتري المرء سيارة ويكون فيها عيب لكنه مخفي، وضع عليها بوية، وضع عليها يعني غطاء على المراتب ونحو ذلك، ولكنها عيب مؤثر، فهذا يسمى تدليسا. وغير ذلك من البيوعات التي يخفى فيها العيوب السيئة ويظهر العيوب الحسنة. هذا التدليس إذا ثبت عند المشتري وجوده وعلم به فإن له الخيار، وهذا الخيار كما سيمر معنا يثبت له إذا علم به، فيبدأ مدته من حين العلم به، فإن رضي به فإنه رضي بحقه وأسقط حقه في الرد، وله حق آخر أن يرده وأن يأخذ ثمن وسيأتي إن شاء الله بعد قليل، وسيأتي إن شاء الله باب الخيار أن نذكر الخيارات السبع كلها إن شاء الله. قوله هنا: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هذه أشكلت على كثير من الفقهاء. ووجه الإشكال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يردها، ما في إشكال، جواز الرد يجوز فهو في الخيار، قال ويرد معها صاعا من تمر،
هذا الصاع في مقابل ماذا؟ إن قلت إنه في مقابل اللبن فإنه مشكل من جهتين. الجهة الأولى أن هذا اللبن غير معلوم المقدار، فكيف بعت لبنا لا يعرف مقداره بصاع تمر؟ والأمر الثاني ما سيمر معنا إن شاء الله بعد حديثين، أن القاعدة الفقهية عندهم أن الخراج بالضمان، ومن صور الخراج بالضمان أن هذا المشتري حينما اشترى المصرة فإن البهيمة في ضمانه، وبناء على ذلك فما نتج من لبنها فهو في ملكه لأن الخراج بالضمان، فكيف نقول يرده في مقابل اللبن؟ إذن عندنا إشكالان فقهيان في وجه المقابلة بينهما، وهذا نقول نعم مقبول لوجه دون وجه لو لم يأتي هذا الحديث والحديث الصحيحين. فنقول أما كون الخراج بالضمان فهذا صحيح، وأما هذا الصاع من التمر فإنما هو في مقابلة اللبن الذي كان قبل التعاقد لا اللبن الذي بعده. فهذا اللبن الذي صر لمدة 3 أيام هذا تابع للمعقود عليه، وأما اللبن الذي تولد بعد البيع فهو نعم هو الذي في يعني من الخراج الذي يكون في ضمانك لأنك ضامن لرأس المال. وأما قوله عدم وجود المماثلة فنقول لنظرا لتعذر المماثلة من كل وجه ولوجود الضرر على الأول فإن هذا من باب التعويض، باب التعويض كما قلنا في الديات، لا شك أن دية الآدمي لا ليست كمئة من الإبل، ليست من باب التقدير وإنما هم باب التعويض الديات. فالشارع جعل أمورا معينة مقدرة كالديات، غرة عبد أو أمة، منافع والأعضاء اللي هي أبعاض الآدمي، جعل لها تقديرا توقيفيا ومنها هذه الصورة. فتوقيفا نحن نقول يرد معه صاعا من تمر، والصاع عرفنا مقداره قبل أكثر من مرة. هذا ما يتعلق بالحديث الأول وهو واضح، فإن فيه إثبات خيار التدليس وفيه زيادة حكم في المصرات فقط، وهو رد الصاع بدلا من اللبن الذي صري في ثديها. قال ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. هذا الحديث مفيد جدا، وهو إثبات خيار التدليس في المصرات لمدة 3 أيام، وهذا نص أن له الخيار 3 أيام. فما السبب أنه جعل له 3 أيام؟ قالوا لأن المصرات لا يجزم المرء بوجود يعني التدليس إلا بعد مرور 3 أيام، لأن نحن نعرف أن البهائم تختلف، إذا تناول الطعام يختلف عن طعام آخر يدر اللبن، تختلف إذا تغير مراحها. نعرف يا شيخ أن الإبل بالذات وكذلك البقر إذا تغير مراحها لا تنتج اللبن الذي اعتادت عليه أو الحليب، فإذا تغير المراح، إذا تغير الطعام، إذا تغير سائسها بعضها يتغير ما تدره من اللبن، فلا يكتشف ذلك إلا بعد 3 أيام. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار 3 أيام، فقهاؤنا يخصونه بخيار التدليس بالتصرية فقط دون سائر التدليس، فإن سائر التدليس يثبت الخيار من حين العلم ولا يمد إلى 3 أيام، لأنه يعلم المصنوعات وغيرها يعرف مباشرة، وأما التدليس التصرية فإن له جعل له خصوصية من جهتين، مد أمد الخيار 3 أيام، والأمر الثاني رده مع صاع من تمر. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار 3 أيام، متى تبدأ 3 أيام؟ الذي يوهمه كلام الموفق بن قدامة، وهذا الوهم أو الذي يظهر منه ليس أنا الذي فهمته وإنما فهمه الفقهاء كالمرداوي وغيره، أن هذه 3 أيام تبدأ من حين التعاقد، والصحيح أنه ليس كذلك كما قرره فقهاء المذهب، وإنما تبدأ 3 أيام من حين العلم بالتدليس وهو التصرية، فمن حين يعلم جعل له أمد 3 أيام ليتأكد فقط من وجود هذا التدليس، فإن لم يجده ثبت له الحق. وهذا يدلنا على أن القاعدة مضطردة، فإن الخيار إنما يثبت من حين العلم فهو تابع للعلم لا من حين التعاقد، وهذا يجب أن ننتبه له. قال وفي رواية له علقها البخاري ورد معه صاعا من طعام سمراء. هذه الرواية أوردها البخاري فقال وقال بعضهم عن ابن سيرين ورد معها صاعا من طعام سمراء، وهي موجودة في صحيح مسلم، والأولى أن يقول رواها مسلم لأنها أصلا في مسلم،
فأولى من ذكر المعلقة في البخاري. لكن قول البخاري وقال بعضهم معلوم أن البخاري إذا قال بعضهم فهو غالبا من باب التضعيف القول حتى في الفقه، حتى إنه مشهور، كلمة مشهورة أولي فيها ثلاث كتب مطبوعة كلها مطبوعة في معنى كلمة البخاري قال بعض الناس، حتى بعضهم رفعوا الالتباس عن قول بعض الناس، بعضهم يؤيد البخاري وبعضهم يرده، وبعضهم يعني كثير منهم يقول إن المراد البخاري في الفقه إذا قال قال بعض الناس فمراده أصحاب الإمام أبي حنيفة، فهو يضعف القول إذا قال هذا الأمر، ربما لتعظيمه لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، وربما لمقصد آخر الله أعلم بمقاصد المؤلفين في مؤلفاتهم. كذلك إذا قال قال بعضهم فهو تضعيف، ولذلك البخاري له إعمال للعلل في كتابه بين. هذه الزيادة طعام من سمراء أخذ بها مالك وأصحابه فقالوا إنه يجوز أن يرد بدل صاع التمر صاع من سمراء وهو الحنطة، ولكن الفقهاء يقولون هذا غير صحيح، فإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم رد معها صاعا من طعام لا سمراء، عفوا من طعام يعني بر لا سمراء، لا ليس من هذا التفسيرية، فيكون أن فالفقهاء يقولون نعم، فالفقهاء يقولون إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أي من تمر، وليس المراد بالصاع من طعام القوت، وليس المراد بالطعام القوت. قالوا والدليل أنه جاءت في روايات أكثر بلفظ التمر، وذاك قال البخاري والتمر أكثر، والتمر أكثر يعني أن أكثر الرواة عن ابن سيرين قالوا بلفظ صاعا من تمر. اللفظ الأخير الذي أوردها المصنف حيث بن مسعود أنه قال من اشترى شاة محفلة، المحفلة هي التي تترك حتى يجتمع اللبن مثل المصرات يجتمع اللبن في ضرعها، قال فردها فليرد معها صاعا، قال رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. وسبق معنا أن زيادة من تمر موجودة في رواية الصحيحين من حيث أبي هريرة السابقة قبل قليل، لكن إنما جاء المصنف بالرواية الثانية حيث ابن مسعود ليؤكد على أن المراد من قول الذي ورد في عند مسلم صاعا من طعام أن المراد بالطعام التمر، فأراد أن هذه الرواية حيث ابن مسعود مؤيدة للرواية الأولى فإن المراد بالطعام التمر. قال زاد الإسماعيلي من تمر، الإسماعيلي هذا له مستخرج على صحيح البخاري. ما معنى المستخرج؟ أنه يأتي بأحاديث البخاري فيرويها بإسناده، يتفق مع البخاري في الصحابي أو الراوي عن الصحابي في درجة أو في درجتين أو في ثلاث ونحو ذلك، فهذا هو المستخرج. ومستخرج الإسماعيلي على البخاري يعني جزء كبير منه ليس موجودا. ذكر المصنف أن الإسماعيلي أخرج هذه الرواية، ولكن الحقيقة أن ابن القيم أو الزركشي شمس الدين الزركشي في مختصر شرح مختصر الخرقي ذكر أن الذي أخرج هذه الرواية إنما هو البرقاني وليس الإسماعيلي، والبرقاني أيضا له مستخرج على صحيح البخاري، لكن هذه الزيادة قال عنها الزركشي إنها على شرط مسلم. نعم يمدي الوقت، انتهى طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.